دقائق العرض التعديل اللي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا عندي تعديل بعد تعمق في دراسة هذا المشروع القانون اللي هو مشروع قانون الصحة الإنجابية، وهون مستصحبة هو قاع قضية الاستصحاب يبدو عنها صعيبة، وعيات إلين يشوف استصحاب لبعض الأمور تعود قاع لمستثقلة شوي. مستصحبة عن هذا القانون الناس كاملة كانت عندها عليه تحفظات أغلبية ومعارضة، أكثريتها استثناءات قليلة جدا جدا، يقر تملاك لا تضياق ذي الزر الإلهية. وأنا ما كنت نبقي قاعد نعلق على النواب بلي هون واحدين جاوبوا شو قلتوا، وهون واحدين هم اللي قالوا عنا متهمين وعنا ما مهمة عندهم الشريعة، لكن ما قطقناه. يا غير بعد نعرفهم هم اللي عندك المواقف لا تم تضياق إلين تجي هون للقاعة وتعود قدام التلفزات، عياتك اللي كان حد مقتنع به يخليه غفر الله لنا وللجميع، ونعرف عن اللي أضرهم جبرهم من دوحة راجيتها لهم عند مولانا. أنا مشروع القانون المتقدمة به هو التعديل المتقدمة به هو بالنظر للدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وحيث أن هذا النص يتضمن أحكاما تعارض المعلوم من الشرع بالضرورة، فإنني أقترح على الجمعية الوطنية إجراء التعديلات التالية. خالقين ثلاث مواد، هاي المواد الثلاثة نبقيها تنحذف حذفا باتا للأسباب اللي قلت منها شو لهن كر نقول لك، ولين تم حذف يعاد ترتيب المواد حسب ترتيب هاي المواد الثلاثة. إحنا هون نواب غير مسلمين كاملين وحريصين إن شاء الله نعودوا على الشريعة، غير خالق روايات أخرى مولي نراعوا فيها في واقعنا اللي قلت منها الهشاشة وتدني مستوى الخدمات عندنا وتدني الرقابة، ولا لا كامل لا متبرك ومعروف لوش ينزل الله البركة إن شاء الله. يخلينا نحن أهم شيء عندنا هو ديننا بهلي وقاع اللي آمنوا بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي الفعلي والعملي يجعلنا كاملين منهم، قال مولانا عنه لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، الأمن كامل معهم لا يخافوا منش. قاعدين يخلق انتهاك الشريعة دورتهم تكثر الأمراض. الصحة الإنجابية تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن من الزمن، وقال عن ذوك اللي تفشوا فيهم الأمراض اللي ما كانت معروفة في أسلافهم سببها شنو؟ هذا معنى الحديث الصحيح، سببها هو انتشار الفاحشة وانتشار الرذيلة. هذا تعرفوه كاملين ما نقره لحد منكم، لا النواب ولا السيد الوزير، نعرف عنه هو قناعتكم القارة. يا غير مولي نحن لا كذبنا مع الناس ما نكذبوا على روسنا، وإلا قدينا نكذبوا على الناس ونكذبوا على روسنا يبقى الله سبحانه وتعالى ما نقدر نكذبوا عليه. نحن دولة وعندنا اتفاقات دولية مواقعين عليها، غير الخلطة موريتانيا ما هي طارية والاتفاقات الدولية ما هي طارية. موريتانيا من 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 العهد الاستقلال هي توقع الاتفاقات الدولية وتعدل تحفظ عام، يعني التحفظ تقولوا لا في كلمتين ولا ثلاثة، هي ويسر من الدول الإسلامية تتحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية اللي استجد فيه الاتفاقيات، عنها أصبحت أكثر سفور وأكثر وضوح، وبدل من الدين المرأة دارت هذه الاتفاقات التالية، دارت هذه التالية النوع يكعود داخل هذا كامل، والصحة الإيجابية مش شعاراتها تتروق تحتها. الغرب يحترمنا لا إلا احترمنا روسنا، هذه الاتفاقات دولية عاد تخلق فيها انتهاك خطير، وراه بعد بالمناسبة يشيدوا به الناس كاملة، وأنا بابقي برنامج موريتانيا عودة شبه منه بابا الفاتيكان اللي من ثلاث أشهر معدل البيان يندد به بهاي الاتفاقات العادة ما تحترم مادة جوهرية من ميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللي تنص على ضرورة احترام خصوصيات الشعوب. الخلطة نحن لا نحن نعرفه، الدواء كي قلت ما قدنا نحاصره ولا نراقبوه ونعرفه حالنا كامل. معنى هذه المواد الثلاثة شو تقول الفيصل هو المواطن هو لا يسمعنا ويعرف كان هذا قد يحافظ عليه ذاك الظروف اللي يعرف هو. المادة 17 تقول يرخص في إشهار تصنيع واستيراد وإجراءات توزيع ووصف وصرف منتجات وسائل تباعد الولادات والمتعلق بها. يلا تتعود هو اللي هون الواو وذا كامل يعني اللغة قاعة لا مكسر هون كامل. وفق الشروط المحددة بطرق التنظيم، هي طرق التنظيم هو ايش مقصود؟ الحاكم الوالي العمدة شنو القانون شنو ما عرفنا. المادة 7
تقول شقها التالي بتقريتها لين شقها اللي خطير عندي ويلا يسقط كامل يلا تسقط بها في هذه العبارة. حق الصحة الإنجابية حق عام أساسي مضمون لكل شخص طيلة حياته، لا يمكن لأي شخص أن يسلب هذا الحق الذي يستفيد منه دون أي تمييز، وسمع معايا دون أي تمييز مبني على العمر أو الجنس أو الثراء أو اللون أو الدين أو العرق. الدين هو اشتعنوا بها، والعرق اشتعنوا بها، والحالة العائلية اشتعنوا بها، وأي صح وضعية أخرى. هذا متكرر ومشابه وكله يفضع للآخر ومفتوح وله محدد وله قابل للقياس. وملي بين اللي الجهة الجاي منها ما هي مأمونة على ديننا، إلين ما نعودوا نحن مأمونين اللي حريصين عليه. هذه اتفاقيات تتحكم بها اللوبيات الصهيونية في دهاليز الأمم المتحدة، كيف تعدى ليك الاتفاقيات اللي يتجرم إسرائيل، وكيف تعدى ليك الاتفاقيات اللي مخلي الشعب السوري يموت عن بكرة أبي، بل ما مخلي الأمم المتحدة يتخطى الشيء يظلمه. نحن الأمم المتحدة أصل ما هي رب يعبد، وصلنا عرفوها وعلى رخي وعلى انحياز وعلى تلميط العالم، معناها ما هي مؤمنة على ديننا. وموريتانيا ما هي طارئة وكانت تجبر التمويلات، يقر كانت تتحفظ على الشعام. نحن ما لنا رجعيين ولا لنا ظلاميين، وموريتانيا ما ندورها معزولة عن العالم الدولي، يقر ندورها تعود بكرامته وبسيادته وتعتز مرجعته، لا تعود مولي أهلها ما قاديلهم قاع شي جاه مروي خير سياقته. أنا بعد نعرف عن مدى تحترم نفسها قاع، إلى عاد هذا ما في شيء خالف الشريعة، ما تتقدموا القبة محترمة مصاغة بهذه الصيغة الركيكة اللي ما تنفع لغتها لا العربية ولا الفرنسية، وأهلها ما استصحبوا القانون، ونيت لما اللي يدافع عنها يستصحب. ما لنا شادين أخبار رئيس الجمهورية هون، ولا لنا شادين أخبار موالاة ولا معارضة، شادين أخبار هذا خطر على الشعب الموريتاني، هذا الأطفال والمراهقين، الصيدليات قطوا رقبة، الصيدلية ما خالك حد، أنا قاع كنتوا في غنى عن تعدال القوانين. بين اللي خالق واقع مرير ومؤلم، الا ماني باكي ليك بكي النواب اللي عاد يغير بعد الله اللي يبكي، يقسموا بين ما دور تعيين، يقسموا الصيدليات ما يدخل عليها رقاش، ما بعت له وسائل منع الحمل، ما تسولوا شو الدول تحترم نفسها، يلا تعود تسولوا عن 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 يعود ممنوع عود عنده ضوابط، معنى هذا قاعد كان خالق وسيء، والتقليل للسيء والتقليل شيء ما ينفع هو اللي خطير. الثانية هاي القوانين اللي عندنا ما خالق شيء، شوف راهي تونس بورقيبة متقدمة على الدول العرب في هذا المجال، يا غير من 2014 إلى يومنا هذا هاي القوانين ما هي مقبولة البرلمان تتخطى. في دولة لبنان هاي القوانين سقطت، لبنان اللي ما في اللي ما هو أكثر اللي دولة فيها تعدد الأديان، وفي الجزائر راعي يقالب ويتخطى بهم قاع على سياقت ودنات، وبعدهم ما من يخطوه ما عدلوا عليك لي الله يعدلوا عليك. أنا طالب عندي المواد الثلاثة تسقط، خالق هو اللي مبدأ أصيل في شرعنا الحليم عنه سد الذرائع، وأولى شيء يسدوا للذرائع هو الأخلاق والقيم والتفلت ونشر الرذيلة. نختار نقول لأهل الصحة الإنجابية ومقاربتها عن لين كرر قلتها قال لين كررها، نعرف عن تكرار لك اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة، خصوصا يتعود جوالا نعرف عن هذا وراء الشياطين وحد يتعوذ من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نظر للصحة الإيجابية، هاي الأمراض المخيو منها والغرب يخوضنا منها يقول لا تنتشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على لا تنتشر فينا منها ما قد شافوا أباتنا ولا أجدادنا، إلين تنتشر الرذيلة وتعود الفضيلة ما تتخالق ويقلن الزنا، وهذا راعي يخلق درك يا واجع للأسف، ويعرفوه هما ومنظومتهم القيمية عافينة، ولا عندهم عائلة ولا عندهم أسرة ولا عندهم الزوج، وهذا روالكم خالق عادوا حاسين مصطلين بناره يا غير خالق تيارات لا دينية ولا أخلاقية، وتشتغل اللوبيات الصهيونية تبقي تنمط العالم إلى يعود بهيمي يعود همجي وعود ما عنده علاقة بالأخلاق ولا القيم، إذاك يبقاوا اليهود هم شعب الله المختار، هذا في عقيدتهم يا غير نحن في عقيدتنا الشيوخة. نحن علاش نعمو مكتوفين ليدي؟ انا بعد مفكرني ومستهجهنهم يعودوا نواب الشعب الموريتاني، والله ما هو حد انا احرص على الدين منه. غير شيء عندي بعد عودانكم قاعد دوله مقطوعه عندكم السياده وموريتانيا والعبد العزيز رئيس الجمهوريه ما دار موريتانيا منظمه الصحه العالميه ما كانت فيه، ولا دارها عضو في الامم المتحده اجبرها عضو في الامم المتحده، ولا دارها في اي مؤسسه دوليه اجبرها في المؤسسات الدوليه، يا غير كانت تقول عنها تحفظ عام على كل ما يتعرض مش قعد لنا وزير العدل وقال لنا عنهم رفعوا التحفظ العام وبقاوا على ثلاث نقاط، لا يكلفوا روسنا عدوا نواب محترمين والليله نصهروا على ذاك في الاتفاقات له ما مجاحدين وعلى النت واضح وفيها جنده الجندر ويجذر ثقافه المثليه
وإذا وتعود الطفلة عندها حرية تتزوج تحدد جنسها وجنس شريكها وتسكن منين تبقي تسكن، والبلاء كامل لا هي يسرط للشعوب المسلمة بقوة القانون. يا غير كنا ما بين عنه غير جات مدة عادت الأولى عندها التمويلات. أنا سولت وزير الأول ما جاوبني، يقد يعود أنا قاعد أنا بعد طلبت مولانا عن عودة موحد عن جمهورية الإسلامية موريتانيا ما تعود رفع التحفظ عن ذمن البر الخاسو كامل والشي ما هو على الطريق والجانب السياسي. شكرا للنائب المحترم، شرف الوقت وفوق.